السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المقدمه ديال كل فيديو ان شاء الله غنسوم معكم البنات الحريشات. هنايا عندي واحد الكاس ديال سنيده، كاس ديال سنيده هكا عندي هنايا، واحد الكاس ديال الزيت مخلط، زيت البلديه وزيت الروميه، عندي كاس ونص ديال الحليب، عندي واحد المعلقه صغيره ديال النافع، هنا عندي شويه ديال الملحه، وهنا عندي واحد الكاس ديال التمر. هذا الكاس، هذا كاس العنبه مخلط، عبرت هنايا بكاس العنبه، كاس ديال التمر ديال التمر مقطع، هنايا جوج خمارات و500 غرام ديال السميده الرقيقه. هنايا البنات غادي نعاود معكم تاني المقادير. هنايا غادي ندير الملحه، واحد شويه ديال الملحه نقصها هكاك، ومعلقه صغيره ديال النافع مطحون اللي كيعجبها دير معلقه كبيره. هنايا غادي ندير سنيده، كاس ديال سنيده، كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، صافي. وهنايا غادي ندير جوج كيسان ونص ديال الحليب، عبرت بكاس العنبه، هادو غادي نخلطهم دابا مزيان، نطحنهم ونرجع معكم. هنايا صافي داك الخليط هكا طحنته مزيان بالميكسور، دابا غادي نزيد عليه كاس ديال التمر مقطع كما قلت لكم، عبرت هكا بكاس العنبه، هنايا غادي ندير، نبقى ندير السميده شويه بشويه، نص كيلو ديال السميده الرقيقه، 500 غرام ديال السميده الرقيقه، صافي. وفا غادي نزيد جوج خمارات وغادي نخلط هذا الخليط مزيان. هادو يا البنات كيجيو زويونين، كيجيو هشاش بزاف بزاف، كيجيو هشاش مزيان هاد الحريشات هادو. الا بغيتو كديروهم كما غادي ندير لهم انايا، ولا غادي تنقصوا شويه السميده وغادي ديروهم في الفران، ولا غادي ديروا وحده كبيره على حسب اللي عجبكم. انا غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير لهم ان شاء الله. صافي دابا غادي نخلط كلشي ان شاء الله، وغادي نرجع معكم هكا باش تشوفوا كيفاش غادي نشكلهم. صافي هنايا ديك العجينه كيما شفتوا عجنتها مزيان، دابا غادي نقرصها هكا، كنفرش واحد شويه ديال السميده الرقيقه فوق هذا اللي كنخدم فوقه، فوق البوطاجي، وغادي نبقى نقرص فيها هكا، ما تكونش رقيقه بزاف، ضروري كتخليوها شويه غليظه، كنسرحها بحال هكا غير بيديا، ما كنحتاج هنا دلاك، هاد العجينه كتجي هشيشه بزاف. صافي وغادي ناخذ واحد المرشم وغادي نبقى نقطعهم على حسب المرشم اللي متوفر عندكم، ولا اللي عندكم اللي بغات ديرهم دائريين ولا اوفال، ولا ديرهم مربعين على حسب اي وحده والشكل اللي كديروهم على حسب المرشمات اللي عندكم. كما قلت لكم ضروري كتغطيو هكا بالسميده وصافي. وغادي نقطع انا غير بواحد المرشم هكا عندي، هذا مربع هذا باش غادي نقطع غير بشويه، هنايا تحيد ليا فيها واحد شويه مع داك التمر هكا جاني في الجنب، واصلا العجينه كتجي هشيشه بزاف. غادي نحاول هكا نعاود نقطعها تاني غير بشويه وصافي. وغادي نقطعهم كاملين، وغادي ندير المقله تسخن، المقله كدهنتها غير بواحد شويه ديال الزيت ودرتها هكا باش تسخن، باش نبقى نحطهم فيها هكا حتى نطيبهم كاملين ان شاء الله، ونرجع معكم.
صافي هنايا بديت كنطيب فيهم كما كتشوفوا، جاوا هكا محمرين هكا من التحت. هنايا هادي تهرست لي واحد شويه كما قلت لكم، هاد العجينه كتكون هشيشه بزاف، داكشي غير بشويه بشويه، داكشي علاش خصنا زعما تبقاو تحركوا فيهم غير بشويه، حيت دغيا كيتهرسوا كتكسر هاد العجينه دغيا. صافي هنايا غادي نقلبهم يطيبوا هكا في الجهه الاخرى ويتحمروا، ضروري كتخليوهم هكا يتحمروا. هنايا باقي ما طابوش هادو، كتخليهم حتى كيتحمروا مزيان باش يجيو هكا طايبين في الوسط. هنايا تهرسات هادي ماشي مشكل. صافي غادي نطيبهم وغادي صافي البنات هادو هما الحريشات، كيجيو على هذا الشكل، الحريشات بالتمر وبالنافع اللي كيجيو زوينين بزاف في المذاق ديالهم، كيجيو هشاش هشاش بزاف بزاف. هنا درت لهم غير واحد شويه ديال العسل، كيجيو هما هادو، كيجيو هكا غلط ما كيجيوش رقاق بزاف، واش كيجيو هكا محمرين من التحت وطيبين مزيان. الا بغيتو كديروا لهم العسل، ديروا لهم اللي بغيتو، المهم انا درت لهم غير شويه ديال العسل هكا من الفوق، كيجيو صراحه بنين بزاف بزاف، ما تشبعوش منهم والله الا كيجيو فنين. نتمنى البنات ان شاء الله يعجبكم. هنا غادي نهرس هكا وحده، غادي نقطع هكا، غادي تشوفوا معايا كيفاش كيكونوا هكا، راهو طايبين بزاف والعجينه ديالهم زعما الخليط ديالهم كيجي زوين، كيجيو هكا زعما بداك النفع والتمر، كيجيو زويونين كما كتشوفوا، راه طايبين هكا. ها نتوما كيجيو هكا على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم، وبسلامة عليكم البنات، والله يعاونكم حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. بسلامة عليكم.